السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا كلش فرحان اليوم طبعا، شنو لأن ويانا الحجية. أهلا حجية. أيوة حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وكل شيء حلو يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. حجية، هسا أنا شنو، أنا مشتهي الأكل مال الحجية بصراحة، بس شنو حجية إذا مش حنسوي، حنسوي أكل ولا لا؟ اليوم لا. شو حنسوي؟ لأن هو يطلبوا شنو بالتعليقات، شو طلبوا المتابعين يريدون ان يشوفون الصورة اللي جبتها لكم، الهدايا يعني. زين، خلينا نشوف العاده الهدايا ويا الحجيه، وبعدين نسولف لنا شويه همين على الرحله مال شنو مال الحجيه اللي طولوا بيها خطيه والله. البارحه واول البارحه كلها قاضيها نوم، مو والله من التعب. من التعب. يلا يعني خليكم ويانا، خلينا نشوف الحجيه جابت لنا. انا متحمس ان شاء الله. عليش حجيه، شوف عين الالوان اليوم شنو، بنفسجي وانا لابسه ازرق اليوم، ها مختلفين اليوم انا والحجيه، بس شوف عين، شوف الوجه الملائكي عمره مقبول ان شاء الله. حجيه حبيبتي اليوم لك ان شاء الله، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا مرت الجايه اكيد راح نروح انا وياك، بعد ما بيها مجال ما اعوفك تروحين، بعد خلص انتهى الموضوع. زين حجيه، طبعا حجيه طلعت الغراض من الجنط. الحجيه تعب عليها لما شنو، لما تقعد وتطلع الغراض، فقلت لها خلينا نجي هنا على الطاوله. زين عمو شنو توقف فيه هناك، وانا اوقف هنا اصور على موت تاخذ راحتها اكثر، وهي قاعده ما تاخذ راحتها تتعب. اي حجيه شوفينا، اي شنو، هاي عطور، هاي عطور، الو، اي هذا ليا، اي هاي ليا، حلو خوش عطر. زين ايش تيجي حجيه، هاي وحده ثانيه، هاي وحده ثانيه، اي لا اخويا. زين باقي تخلي تثبت الكاميرا واجي ويا الحجيه هنا اساعدها. هي حجيه من هذا المن، هذا التيشيرت حلو، التيشيرت هذا لك، هذا لي حلو والله. عشت ايدك ايدك اي بوم، جابت القياس مضبوط، حلو عشت ايدك ايدك. زين هذا حلو، هذا شنو، انا اساعدك. تريد يلا البس البس، انا البس هذا هيك شي خليه، اي همين هم نفس الشيء مع القياس. ايه عجيب الاجابه، شديد حلو. تعال هنا، انا طول انت بعد الغرض ما عرفان. عطور، اي عطر، هذا عطر همين، اي اوكي هذا عطر. خش نوع ولا غالية؟ ايه ولكن افتح نفس الحجية. ايه بعد هذا بعد واحد؟ ايه زين. اي مو هذا اكو شيء مثلا الي اكو اخوتي يعني، فاحنا شنو؟ طلع حجية الشغلات واكو شيء وزعتها هي بالعطله يعني، انا كنت مو موجود، فاكو شغلات وزعتها همين. هاي هنا أنا. زين اي حلو، هذا همين رجالي، هذا يوسف، هذا يوسف، اي شو هي عوالي العوالي ما كبار، لا هذا يوسف. اوكي والله حلو، حلو مال يوسف والله، لان هو شويه صحته زين. اي صحته زينه، اي ايه اقول له لازم نلعب الرياضه، بس زين ضعفان شويه هو اشوفه يعني، انا احس بيه. هاي دشداشه، هذا يزن، يزن هاي شنو يا يابا، والله رهيبه ليش دشداشه. والله هسه شنو اريد اشوف يزن بيها، هاي شلون راح يطلع، والله جبت عرختين بعد، والله بدي تجيب له. لا جديدك، لا جديدك، كلش كلش كافي. هاي بنطلون اليوسف، هاي يوسف، ايه هاي وي هاي يعني، اي حلو هاي، ايه شوفه هاي يوسف، ابو يعقوب، يلا ايه ابو يعقوب العب بيها هاي، وتيشيرت جديد بعد. زين وهاي اليوسف، هاي 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 هم حلو هذا وياه، ها اكو بنطلون مالته، ايه هذا يوسف وهذا. زين حبايب، هاي هذا هم يوسف يعني تراك في ثلاثة اثنين، اي حلو هذا، حلو هذا وهذا وهذا. زين خلينا خلينا نشع صفحة هنا التالي. هذا اليزن، هم اليزن تلعب بيزن، دشداشة وتيشيرت وحركات. حلو عشان مال البحر كلش حلو. زين هاي بنطلون كابوي، اه كابوي، اي لا بريكي، راح يطلع بريكي. يا حلو وياه، شوفوا شوف، لا خليه خلي وياه هالشكل، والله الحجيه ذوق شلون. لا وشوف هذا
ايوه هذا وياهن؟ اي هذا جاكيت؟ اي يا بحبي شو راح اخلي انت هيجي والله؟ اي جديدك؟ جديده حلو خوش تناسق الوان مسويتها حجيه كلش حلو لا شغل مرتب والله بس هاي بجامة سوسو سوسو سيدرة بجامة سيدرة سيدرة هاي هاي مالتها تيشيرت تيشيرت مالتها كلش حلوة صيفية خفيف حلو بس هاي هديتك شيلها جوا اي بعدين نصفطها ادني هاي هاي زين خوش ادني نخليهم جوا هيجي ونصفطهم زين انا راح اشيل ادني اعطيني تشيس اشيل اضمهن ونجي على التشيس الثانية زين هسه عندنا شنو عيني هسه هاي التشيس الثانية بيت اخوك الثاني هسه بيت اخوي الكبيرة وبين ها هاي قمصلة هاي قمصلة حلو اوه خوش قمصلة هاي قمصلة مرتبة حلوة خوش قمصلة زين هاي الكريم هاي الكريم ابن اخويا كريم الصغير اي هو عمره 7 سنوات حلوة هذا البنطلون مالته هذا البنطلون مالته اي حلو شوفه هذا البنطلون مالته اي هو طويل الكريم اي اي كلش حلو يستاهل كريم زين بعد هاي محمد هاي لاخويا محمد هذا جاكيت المهم محمد اي هذا محمد حلو خوي تيشيرت كلش حلو هاي البيان هاي بنت اخويا زين هذا تراك سوت بنت اخويا همين بيان هذا التيشيرت مالته ابيض هو رصاصه كله يجي رصاصه فاتح رصاصه فاتح اي حلو هذا رصاصه فاتح حلو هاي هم زين ممتاز اللي بعده اللي بعده هذا البنطلون لريان هذا ريان ابن اخويا هو قد يوسف ريان هذا له كلش حلو اسود او اي اسود هاي تيشيرت وهذا تيشيرت مالته حلو اديداس كلش حلو استاهل ريان زين اللي بعده هذا الكريم هذا الكريم هذا الكريم اما كلش حلو تيشيرت هذا تراك سوت هو ايوه هذا مالت البنطلون والله حجيه يعني شنو كل شيء يعني كلش ما مقصره يعطيك العافيه الله يعافيك عاش ديدش والله يعطيك العافيه انت وين كان عندك وقت تروح تجيب من هالشغلات كلها هسه هذا عطر هذا عطر هذا لو بيان هاي عطور الحجيه جايبه كلها نفس النوع ولا شنو ما حد يغار من الاخ لان دائما تجيب لي الا الاحسن اللي هي فيغارون ها فقال خلي اجيب كل نفس الشيء عم لا حد يغار من عندي الله عشان شو نوعيه غاليه فعلا يعني هاي بيجام البيان هاي البيجام هم بيان بنت اخويا محمد ايوه وهاي اللي تيشيرت همين حلو هذا كلش حلوه زين عاشت ايدك هاي هنا ايش عندنا بعد؟ تراك سود محمد هذا تراك سود لابو بيان إيه. حلو امين خوش تراك سود حلو رصاصي مرتب تيشيرت وين؟ هذا الله بيان حجية جابت لك اكثر من عندي حكي بيناتنا اي مو كبير انا بقول زين حلوات اي هسه نقدر هسه قدر انا اذا جينا عليه ياخذن بالعافيه علي زين هاي همين لو بيان هنا زين طبعا حجيه جايبه هنا بعد همين عطور ثانيه وهاي همين زين العطور كلها ما شاء الله كلش حلوات والغراض والله عاش ليش على الغراض انا غراض هناك محطوطات تشيس ثاني شلناه وذني لو بيان اخوي عبد الله اخذ مالته مو اي ماي اول ما جت حجيه اعطتهم اياه وهي ناسيه الموضوع انه راح يطلبون من عندنا انه نصور
فما ما تضبط راح اقول اجيب الاغراض خلاص اصورهم اكيد طبعا لا، فسبب الموجودات هنا فاحنا صورناها، بس انه اكو اغراض بعد الاخويا الاصغر من عندنا فانطت اياهم يعني الى همين زين يعني. فذني الغراض كلهم والله عشتيش حجيه ما قصرت تعطيني ابوس راسك حبيبي، والله مشتاق لك حجيه، مشتاق لك والله زين حجيه. مرخصتك يعني اكو شغله، لانه ذيك المره لما سقيت الزرع يعني انا ناسي ازقيهن، لان انا مو ناسي يعني انا مشغول كنت، بس اخوي اللي عايش ويا امي كان يزقيهن، فانا ظلمت نفسي فجيت قلت انا ما سقيتهن. قال لي شلون هيك محمود عايف الزرع؟ هو هسه هذا نهايه الموسم لو يعني هذا ذبلان هو هيك يظل ذبلان لو لا هي اللي ذبل ذبل ولا ظل ظل يعني الذبل من ورا المي. مو انا اخوي الثاني، لا لا مو من ورا المي، اي مو انا اخوي الثاني ايش قال لي؟ قال لي انا تزقيهن ايه؟ لان اكو هناك هسه اشوفكم اياه، خلينا نطلع برا خلينا نشوفكم اياه، خلينا نطلع برا. اي حجي ايش قديش اشتقت للحديقة؟ اشتقت والله وايا، بس ازيد شيء لك لكم للمتابعين. الله يخليك حجي، يعطيك الصحة والعافية. زين وهاي الحديقة ما اشتقت لها؟ يا حجي انت امشي عندك الزرع، اسولف لكم هسه على الزرع ايش سويت بيه الحجية. هو اللي يروح هناك اي اللي يروح هناك ينسى بيت الله ويشوف مدينة المنورة ويشوف الناس والله اوادم كلهم هناك، حتى الجروب اللي رايحين وياهم كليتهم راقين ومرتبين الحمد لله محترمين. اي والله الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الزرع هنا مثل ما نشوف، احنا قلنا شنو على مود نشوف كل شيء، شفتي انا ما شفت هذا عبالي ميت، فقمت ازقيه. فاخويا بعدين ورا ما خلصنا قال هسه هي قبل الحجيه، بس موصيتك لك موصيتني اللي همين وانا همين ايش تزقيهن. بس انا عارف ما شاء الله شوف شلون يعني يوميا ينسقن، كان يعني مو انا يعني سقيتهن لكن اخويا كان يزقي بيهن قال اي. فايش قال لي؟ قال لي لا تخاف يعني حبايبنا في الحجيه موصيه اخويا انه يزقي الزرع، وصتني الي وموصيه الجيران عرفتوا، وموصي الناس شو اسمه بالمنطقه الثانيه، موصي الناس كلها استراليا يمكن كلها وصلتهم الحجيه يزقون الزرع اذا ما لما سقيته مو طلعك الحجيه. وانا احس بالذنب والليل ما نامه واقول شلون انا هيك شو اسمه خربت الزرع من ورا الحجيه امنتني واني ما مو قد الامانه كنت. لا قدها قدها اي والله، وتعبت نفسيا ودون المستشفى زين، نمت المستشفى يومين كله من ورا الزرع مال الحجيه. تصنيف ها صح والعافيه حجية والله انا مشتاق لها اشياء قويه شو اسوي غير شويه اداهره وتداهرني معروفه وانا اكثر شيء طبعا. هذا الزرع اي هذا كله من وراء الهواء وقع وكله تكسر، كله تكسر من هالهواء اي كان هو هواء عالي اي هذا الحكي. ناس اشوفكم هذا واشوفكم الثاني، لانه الثاني وراء زرعته يعني مو اللي هناك ورا هذا، فهذا خلص الموسم مالته هسه. اقول لك حجي انت تشوف باقي له هوايه وين راح؟ شلناه كله. ما تقول لي انت جاي نشيليهن، قولي لنا هسه ونامي انت ارتاحي. والله حجي رهيبه جت قاعد تحوش بالش اسمه بالباجلة، الحمد لله ما عندنا باني همين، كان شنو جاي الحجي ظلت قاعده بس تحوش رهيبه والله ما تتحمل. شوفوا هذا اللي هنا، هذا اللي هنا بعد ذاك، فبعده بعده شوفوا شلون جديد. هذا بس للتوضيح يعني ان الزرع بهالطريقه هاي بعد اشوفه محمل، هو كله كان يسقي بنفس اليوم. والله اخوي يقول لي انا ازقي الصبح وازقي العصر هاي باذن الله. مو بس هو، حتى يوسف يجي هنا كان يزقي. انت تعرفين اول اسبوع هنا يوسف ظل بالبيت هنا، انا ما رجع للبيت عندنا يبات هنا والله يحب يبيته يموت عليهم. ايش قد زعل يوسف والله العظيم لما رجعنا قام يبكي، شافت الحجيه خطيه وقالت روح جيب له هديه وجبت له المسبح وهاي تذكرون صورتها. ويوم اللي اريد اجيبهم ايش قلت له انا؟ مو قلت لكم صار اشكاليه بالطيران عبالنا الفجر ما ادري شنو، بعدين تاكدنا بهذا الاثناء يوسف الساعه 8 نايم انا ما طلعت من البيت، فنايم ما يدري انه انا رايح المطار عبالي ثاني يوم ومتحضر اريد شو وياي اجيبه من المطار. انا رجعت المهم ثاني يوم الصبح شلون اقول له؟ هذا ماكو يعني صدق هاي الشغله يعني كلش جديه انه لازم هو يروح يجيبهم من المطار يجي ويانا يعني. فثاني يوم اريد اوديه للمدرسه العربي، تعرفون بالعطله مدرسه عربي، فاوديه للمدرسه العربي واريد اقول له المهم. فايش قلت له؟ قلت له اقول له؟ قال لي ها. قلت له طلعت غلط مال شو اسمه مال بيبي مال شو اسمه الطيران طلع البارحه. قال لي اي وهسه وينهم؟ قلت له بالبيت. شلون ما تاخذوني وياكم؟ غير تاخذوني غير قعد من النوم. قلت له انت نايم انا شلون قعدك من النوم؟ ما اقدر. وزعل والله وسوى لك اياها حفله.
المهم قلت له عود اجيبك مو مشكله، وعاد جبته طبعا عندهم يعني اول ما خلص المدرسه العربي جبناه هنا، انا عرفت شلون، وهسه رجع للبيت اكيد يعني. يعني اهم شيء حجيه ارتحيت بهاي الروحه، هاي اهم شيء. اي والله، لان اللي ويا انا ناس مريحين كلش، محترمين ومؤدبين، ويعني يعني يحاولون يساعدونا بكل الطرق. زين الحمد لله. زين انت بس هو اريد اسال سؤال، يعني هم هو اسئله المتابعين انه الفندق كان مثلا 5 نجوم، الشغل مرتب، هاي يعني بالحمله لو هاي على حسابكم الخاص لو شلون؟ احنا رحنا ويا جروب، اي حمله هم سووا كل شيء يعني، هم الحزه والفندق، هم اللي راحوا جابوا لنا بطاقات الطياره، هم سووا المعاملات كليتها، حتى بالمطار واقفين ويانا بكل شيء، يشيلون الجنط ويانا، يسوون لنا المعاملات، اي شيء نريده هم يسوون لنا اياه. هناك هم جابوا لنا سيارات ويودونا يعني على مكانات هناك يعني بالمدينه المنوره. تفترون يعني بيها يودوكم المكانات، اي مكان بزياره اي شيء يودوها عليه. زيارات كليتها. ومكه المكرمه هم نفس الشيء. زين. يعني كانوا يودونا طيبنا فهاي الحمله اللي راحوا بها هي على حسابنا، بس احنا هم دفعنا زياده لان هم كانوا يريدون يخلوهم بغرف مشتركه، يعني امي ويا نسوان، ابويا ويا زلم، فقلنا لهم لا تاخذون غرفه وحدكم، قالوا مو لازم يدفعون مبلغ يعني اكبر، قلنا لهم ندفع المبلغ الاكبر بس يظلون بغرفه وحدهم ياخذون راحتهم، يعني كل شيء مالتهم وحدهم، ما نريدهم يعني يشاركون باي غرفه ويا اي ناس، يعني بتعرفون خصوصيه، ياخذون راحتهم، يطلعون بكيفهم، يفوتون بكيفهم، هاي اهم شيء عندنا. بس احنا دفعنا هاي الزياده دائما، يعني واحد يدفع زياده ياخذ شيء مريح اكثر، وذلك هم اللي سالوا قالوا احنا وين رايحين عمره بس ماكو شيء يعني هالمطاعم وهالكذا، لا هذا كله مدفوع فلوسه، كله مدفوع اكثر بس على مود يرتاحون بالعمره، هاي هي هذا اللي احنا نقدر نسويه. حجيه انت بس تعبتوا بالمطار، يعني بالمطارات شويه الانتظار خاصه بسنغافوره كم ساعه؟ سنغافورة واحنا جايين يطلع 6 ساعات. وانت لما رحت منها؟ 15 ساعة. هاي شوية انتظار. بقطر همين كان اكو انتظار 4 ساعات، 5؟ 4 ساعات. 4 ساعات همين، فالرحلة مالتهم من هنا لسنغافورة 4 ساعات، بقوا 15 ساعة. من سنغافورة القطر 8 ساعات، بقوا بقطر 4 ساعات. من قطر الجدة 4 ساعات أو 3 ساعات، ساعتين؟ ما أعرف. ساعتين؟ 5 ساعات. من قطر الجدة قريبة هي المفروض حوالي 4 ساعات. 4 ساعات، وهم بقوا بجدة ثاني يوم بعدين طلعوا للمدينة. المهم الرحلة دائما تطول أكثر من يوم، فكانت متعبة، فذاك هم لما جو ناموا يعني بالليل، ناموا قعدتوا على صلاة الفجر؟ إي قعدوا على صلاة الفجر، رجعوا ناموا، فالظهر أنا دقيت عليهم الساعة 12، هاي أول مرة من سنين الساعة 12 قعدت، قالوا ها هو ماكو شيء. قلت له عم الدنيا ضار الساعه 12، ابويا قام يركض خطيه عم يدور يصلي الضهر يعني، عرفتوا؟ فخلصنا وهاي جبنا اكل وما ادري شنو، الحمد لله والشكر الامور طيبه، بس هم خطيه كانوا شنو كان كلش من التعب فناموا، يعني ناموا زين مو صحيح؟ اي والله الحمد لله. طيب الصحه والعافيه حجيه، والحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامه الحجي. الحج شويه مريض خطيه، ادعوا له شويه قحقح. اي خطيه يقح هوايه لانه مثل تغير عليه الجو فصار عنده قحه وهاي، فتعب مسكين يعني، فالحمد لله والشكر على كل حال. هيك احنا خلصنا اليوم حجي، عندك شيء بعد؟ اي بس انا دا اقول لهم يعني كليتهم انا دعيت لكم بكل مكان انا رحت له، وكل واحد على حسب طلبه وزياده شويه. تأمرون امر حبايب، انا كنت تقولوا لي مثلا انت تصور وتدز للحجيه ما عدا انترنت، الحجيه دائما انا اصور لها، شو وقت ما تدزون الصبح الظهر العصر بتوقيتنا ادز لها اياهم، هي شو تسوي؟ هي لما ترجع البيت يكون عندها انترنت للشقه يعني، يكون عندها انترنت تشوفهن، فيعني ينخزن عندها بالتليفون فتاخذهن مو وياها يعني شو اسمه تدعي يعني، عرفت شلون؟ فانا كنت ادز لها، هي كانت تقرا همين التعليقات بس شنو؟ يعني وهي برا ما تقدر تسوي اي شيء، لا تقدر تفتح يوتيوب، لا تقدر تفتح اي شيء، لان ماكو انترنت. كانت اكو مشاكل بالسيم كارد، انا بصراحه يعني غيروا لها سيم كارد ما غيروا لها، فصارت اكو اشكاليات، انا هم تعبت قد ما ادق عليها وما حصل، ادق على حجي، حجي يقول والله ما ادري ايش سووا لنا بالتليفونات، سيم كارتات بدلوا، لازم هذا تحطوه، لازم تعرفون بحمله والعالم كله ما تعرف، المهم فدخنا. فبس هي كانت لما ترجع للهاي تقرا التعليقات، تقرا كل شيء، لان انترنت اكو تدز لي مثلا رسائل، تدز لي كذا، بس ما نحكي بالصوت يعني بالصوره. اي وكنت تكتبها بالورقه. اي. اي كل واحد على طلبه، يعني حتى الحجر الاسود لزمته وهم دعيت لهم. شلون بعد؟ عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هم دعيت لهم. ما يعني ما خليت مكان رحت زرته الا دعيت لهم، وان شاء الله الله يتقبل الدعاء. ان يعني. شاء الله يا رب العالمين يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال، يعطيكم الصحه والعافيه. عندك شيء بعد حجيه؟ لا.
مدام هم امنوني انا الحمد لله قد الامانه. ان شاء الله ان شاء الله دائما قد الامانه. كل اي واحد بهاي العمره الحجيه لما سافرت دعت له باسمه، باسم ابنه، باسم بنته، باي اسم، يعني اي احد كتبتوا لي اياه انا الامانه وصلت والحجيه دعت، وان شاء الله تحقيق امانيكم جميعا وماجورين ان شاء الله. زين حبايبنا بهيجي خلصنا الفلوق مال اليوم، ان شاء الله عجبكم، عجبتكم الهدايا اكيد مال الحجيه اللي جابتنا اياها، ولو اني يعني شنو اقول لكم انا مالاتي احلى اكيد. زين فعاشتي حجيه ما قصرتي، يعطيك الصحه والعافيه، عاشت بيكم متابعينا الكرام، الله يخليكم، ما قصرت بدعواتكم همين، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ويا الحجيه. ان شاء الله ما تجي راح نطبخ حجيه اكيد، راح اسوي لنا في شيء ان شاء الله. اي والله اشتهيت الاكل انا بعد ما بيها مجال، لازم هسه نقوم ناكل. اياك واحده من متابعتك ايش كاتبه حجيه؟ قايله انت منتظر الحجيه ترجع على مود تاكل، ايش اكو بيها؟ انتم ماكلين اكل الحجيه، دعوا اقعد هنا انا واكلوا بعدين اقعد احشوا، زين؟ ناكل هيجي بعد ما تحس بهاي تخلص الماعون وطير على الوراء، عرفتوا؟ هاي اكل الحجيه هذا خير وبركه كله مال شنو 40 50 سنه، مو؟ الحمد لله الحمد لله، يعطيكم الصحة والعافية، يعطيك الصحة والعافية حجية، الله يعافيك، الله يخليك، ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد مع تحياتنا قائدة الفريق أمي الحجية وأنا ابنها محمود من أستراليا، وفي أمان الله. السلام عليكم، مع السلامة.